السلام عليكم. السلايد بتاعت النهارده هي السلايدز العشرة، هنتكلم فيها ان شاء الله عن السيمي كوندكتورز. السيمي كوندكتورز هي تالت نوع معانا، اللي هو بدايه الاكتيف اليمنتس في الكورس بتاعنا. السيمي كوندكتور هو اساس الاساس اللي عمل كل الطفره اللي في الالكترونكس اللي موجوده دلوقتي. الاوتلاين بتاعت السلايدز بتاعتنا النهارده هي ايه هو السيمي كوندكتور وازاي بيشتغل اصلا، و الالكترونيك بروبرتيز او الخواص الكهربيه او الالكترونيه بتاعه السيليكون كماده، ويعني ايه هولد او يعني ايه هولد. احنا بنسمع ان السيمي كوندكتور بيتكون من حاجتين، في كاريرز بتشيل التشارجز، نوعين من الكاريرز، حاجه اسمها هولدز وحاجه اسمها الكترونز. الكترونز دي طبيعيه ماشي، انما الهولدز يعني ايه هولدز هنعرف النهارده ان شاء الله. طيب بالنسبه اول حاجه للسيمي كوندكتور، السيمي كوندكتور احنا قلنا قبل كده في سلايدز قبل كده ان احنا ان عندنا الماده بنبص لها كهربيا عن طريق الايه الكوندكتيفيتي بتاعتها او التوصيليه الكهربائيه بتاعتها. يبقى هي دي الخاصيه اللي بتفيدنا في الكهرباء بصفه عامه، ان احنا بنبص على الايه على الكوندكتيفيتي بتاعت الماتيريال. كويس، الكوندكتيفيتي بتاعت الماتيريال بتنقسم لثلاث حاجات، حاجه اسمها لو كوندكتيفيتي اللي هي عندها توصيليه بسيطه، لو كوندكتيفيتي نفس المعنى بتاعت هاي ريزيستيفيتي، توصيلها بسيط يعني مقاومتها عاليه، بمعنى ان هي بقت تشتغل كايه كانسوليتر او كعازل. تمام، الماده الثانيه بقت ايه هاي كوندكتيفيتي اللي هي توصيلتها كبيره، او لو ريزيستيفيتي اللي هي مقاومتها اقل. تمام، والماده الثالثه تعتبر ايه كوندكتور زي النحاس مثلا. طيب في حاجه بقى بين البنين اللي هي السيمي كوندكتور. السيمي كوندكتور هو عباره عن كوندكتور بس تحت ظروف معينه، بمعنى ان هو لو الظروف دي ما اتحققتش هو بيبقى عازل، لو الظروف اتحققت بيبدا يدخل في مرحله الكوندكشن والريزستيفيتي بتاعته تقل والكوندكتيفيتي بتاعته ايه تزيد. تمام، طيب لما نيجي نبص على بناء الماده نفسها، دي حته في ماتيريال شويه، هنلاقي ان الماده نفسها التركيب في حاجه اسمها تركيب بنائي او هيكل بنائي للماده، ان الاتومز بترتبط مع بعض بشكل معين فيزيائيا. تمام، يعني شكل مربع او بوليجون وهكذا. طيب هنلاقي ان في كذا نوع من التركيب ده، التركيب ممكن تكون كريستالين، حاجه اسمها كريستالين. الكريستالين ده ايه اللي بيحصل فيه؟ بتكون الاتومز متوزعه توزيع منتظم، يعني كل اتوم شايفه الاتوم الثاني على بعد متساوي منها. تمام، في نوع تاني حاجه اسمها الامورفيوس. امورفيوس يعني توزيع عشوائي، بمعنى ان كل اتوم ممكن نلاقي اتومز قريبه من بعض، اتومز بعيده عن بعض وهكذا، مش كلهم شايفين بعض بتوزيع منتظم. تمام، في بعد كده ماده بقى بتبقى بولي كريستالين. يعني ايه بولي كريستالين؟ بولي يعني كتير، كريستالين يعني كريستاله، كريستاله اللي هي متوزعه توزيع منتظم زي ما قلنا هنا، دي اللي متوزعه توزيع منتظم. تمام، لما نحط واحده متوزعه تنظيم بشكل معين جنبها كريستاله تانية متوزعه بتوزيع تاني، بيطلع لنا عندنا حاجه اسمها ايه بولي كريستالين. هي في التوتال مش متوزعه توزيع منتظم، ولكن في الجزء الواحد هنلاقي ايه التوزيع بتاعه منتظم. تمام، هي يعني بتتكون من حتت صغيره منتظمه، كل حته منتظمه فوق لوحدها، انما هم جنب بعض التوتال بتاعهم مش منتظم. الكلام ده هيفيدنا في ايه؟ الكلام ده هيفيدنا في ان تصنيع السيمي كوندكتور في الديفايسز او في الانتجريتد سيركتس او في الالكترونكس بصفه عامه بنستخدم الكريستالين. كويس، الا في ابلكيشنز معينه، الابلكيشنز دي بنبقى محتاجين فيها حاجه اسمها الايه النون كريستالين، او هي البولي كريستالين والامورفيوس سيمي كوندكتورز. كويس، حتى لما نيجي نعمل الفابريكيشن او نعمل الويفرز او الايسيهات في الاول خالص، لما نحول السيليكون موجود فين اصلا في الرمل. كويس، فلما نيجي نحول الرمل اصلا لسيمي كوندكتور او لسيليكون بس بنخليه كريستالين. تمام، يبقى الاصل بتاعنا ان احنا بنستخدم الايه كريستالين سيليكون او الكريستالين سيمي كوندكتور، سواء بقى سيليكون او جرمانيوم او whatever. بنلاقي فين السيمي كوندكتور دي في البريودك تيبل ككيمستري بقى؟ بنلاقيها فين؟ بنلاقيها في المجموعه الرابعه. يعني ايه المجموعه الرابعه؟ هي حاجه زائد تكافؤ رباعي. يعني ايه تكافؤ رباعي؟ عندها في الاوتر شيل بتاعها، يعني عندنا الاتوم كده اهو مثلا، اتوم دي بلس 4، ده لو قلنا الكور بتاع الاتوم بالشيلدز اللي جواه، هيتبقى عندها الاوتر شيل او الغلاف الخارجي فيه اربعه ايه؟ فيه اربعه الكترونز. تمام، اربع الكترونز دول ايه نيجاتيف شارجز، فهي تبان كلها كانها ايه متعادله. جميل، طيب
لو انا السيليكون دي لو السيليكون دي عايزها تبقى مش اكتف لازم تبقى مشبعه. مشبعه يعني الاوتر شيل لازم يكون في كام الكترون؟ 8. فايه اللي بيحصل في السيليكون؟ بيتربط مع اللي حواليه برابط اللي هي البومز. تمام. طيب هو في مجموعه الرابعه ليه الكربون والسيليكون والجرمانيوم في مجموعه الرابعه؟ عشان عندهم ايه 4 الكترونز في المدار الخارجي بتاعهم. اكتر حاجه بنستخدمها هي السيليكون والجرمانيوم. الكربون بيبقى ضعيف جدا او طري زياده عن اللزوم عشان يستحمل كل البروسيس اللي بتحصل عليه عشان يعمل في الاخر ايه شيب. هو ممكن يعمل شيب بس المواصفات بتاعته ما تؤهلوش ان هو ينافس السيليكون والايه والجرمانيوم. برضه الماده اللي في الاول خالص استخدمناها قبل السيليكون استخدمنا الجرمانيوم، ولكن اتخلينا على الجرمانيوم لان ليه خواص حراريه ما بيستحملش الحراره لغايه حد معين زي السيليكون، وفي نفس الوقت مش متوفر زي السيليكون. السيليكون ده بيجي من الرمل. الرمل هي عباره عن سيليكات، والسيليكات دي او سيليكون دايكسايد. السيليكات بيبقى السيليكون متحد مع كبريت او اكسجين وهكذا. تمام. فالسيليكون موجود في الطبيعه حوالينا بكثره جدا، وعلى عكس الجرمانيوم. الجرمانيوم لا مش موجود، فعشان كده الصناعات معظمها اتجهت لمين؟ السيليكون. بتشتغل ازاي بقى الحكايه؟ السيليكون زي ما قلنا عنده 4 الكترونز في المدار الخارجي بتاعه. طيب لو احنا عايز لو هو عايز يبقى في المينيمم انرجي او في ال... في ال... في ال... ان هو يكون يعني مستريح بالطاقه بتاعته او في اقل طاقه ممكنه او مشبع، ايه اللي بيحصل؟ بيترابط مع اللي حواليه بكوفيلنت بوند اللي هي روابط تساهميه. تمام. اللي هو بحيث ان كل سيليكون ده شايف الثمانيه الكترونز جزء من الوقت مش الوقت كله. كويس. ف يعني مثلا السيليكون دي شايفه حواليها كام دلوقتي؟ كام الكترون؟ 8. السيليكون دي شايفه برضه حواليها كام الكترون؟ 8. بعد ما كانت شايفه لوحدها ايه 4. كويس. طيب ازاي بقى بجيب الكوندكتيفيتي دي وانا بقول لي ده لو كوندكتور او الكوندكتور بتاعه مش كويس عند حدود شروط معينه وكده؟ السيليكون دلوقتي ده لو هو مترابط كل الالكترونز الرابط دي كلها تمام، ومفيش ولا الكترون فري او مفيش ولا رابطه مش كامله، كل رابط كامله، الماده دي هتعتبر كايه؟ كانسوليتور. يعني ايه انسوليتور؟ عازل. ليه عازل؟ مفيش الكترونز بتتحرك. تمام. الالكترونز عندنا كذا نوع، في الكترونز جوه الاتوم في الغلاف الاول او الثاني، دي حاجه اسمها بوندد او باوندد ايه باوندد الكترونز، اللي هي الالكترونز دي مربوطه جامد بالاتوم، محتاجه طاقه عاليه قوي علشان تخرج من الاتوم. تمام. فالالكترونز مش بنتكلم عنها. في الكترونز ثانيه اللي هي في الاوتر شيل، تمام، اللي هي الفالنس. في الفالنس اسمها فالنس الكترونز، اللي هي التكافؤ، اللي هي الالكترونز اللي في غلاف التكافؤ اللي هو الغلاف الخارجي بتاع السلك. الالكترونز دي الطاقه بتاعتها اللي محتاجاها عشان تخرج من الاتوم تبقى صغيره. تمام. في نوع ثاني من الالكترونز حاجه اسمها هول فولور، هنشوفها قدام. في نوع رابع من الالكترونز اللي هو بقى الالكترونز اللي الطاقه بتاعتها ايه خدت طاقة كبيرة وبقت فري، زي اللي عندنا على اليمين ده. الخط ده جه ازاي؟ مالناش دعوة بالخط ده. زي النوع اللي على اليمين ده هنا هو مثلا. تمام. في عندنا ده فري الكترون، ايه اللي حصل؟ كسر اتوم او كسر بوند. تمام. فالاتوم دي رجعت ناقصها الكترون تاني. تمام. يعني البوند اللي بتكون الاتوم دي رجع ناقصها ايه الكترون تاني. الالكترون ده خد طاقه كبيره فقدر يكسر الايه الرابطه دي ويتحرر، بقى اسمه ايه فري الكترون. ده النوع الرابع من الالكترون. تمام. احنا هنتكلم عن انهي انواع؟ هنتكلم عن الفري الكترونز والهول فلور في السلايدز دي. في حاجه بقى اسمها الانرجي باند ديسكريبشن. الانرجي باند ديسكريبشن في العلماء لما جم يشرحوا فكرة ظاهرة الالكترونز اللي بتتحرر والالكترونز اللي بتوصل والالكترونز اللي موجودة ممسوكة جوه الاتوم وكده اهو، في كذا وجهة نظر. في ناس رسموا الاتومز على بعضها، وفي ناس راحوا لحاجة اسمها الانرجي باند، بصوا على الانرجي بس. تمام. قالوا بما ان الاصل في الحكاية هو الانرجي او تبادل طاقات، فهنبص على حاجة اسمها نعمل حاجة اسمها انرجي باند ديسكريبشن ونبين الايه المواد بالنسبة للانرجي بتاعتها. طيب اللي على الشمال خالص ده انسوليتور. ايه الانسوليتور؟ الانسوليتور عباره عن الكترونز محبوسه في الفالنس باند. تمام. وعايزه طاقه كبيره، حاجه اسمها الاي جي او الباند جاب. الباند جاب ده هو فرق الطاقه بين الطاقه يعني هو دلوقتي الالكترونز موجوده
في ليفل معين من الطاقه، كويس، هي محتاجه طاقه قد ايه علشان تتنقل من الليفل ده لليفل التوصيل عشان تبقى فري الكترونز. هي دي الفوربيدن باند او الباند جاب، تمام، باند جاب اللي هو فراغ الطاقه، اللي هو او فرق الطاقه، فرق الطاقه بين مين ومين، بين الحبسه والتوصيل، تمام. فالفيلنس باند الالكترونز محبوسه فيها، محبوسه في في الاطار الخارجي، فهي محتاجه طاقه قد ايه علشان تتحرر وتبقى موصله، محتاجه فرق الطاقه ده كله، كويس، تمام. ده في الانسليتور، في الانسليتور هنلاقي فرق الطاقه ده ايه، كبير قوي، بحيث ان الطاقه اللي احنا بنوفرها في الانسليتور مش كافيه ان هي تخرج الالكترونز من جوه الاتومز. طيب في الكوندكتور بقى هنلاقي ان الفرق ده اصلا مش موجود، هنلاقي ان الكوندكشن باند والفالنس باند فوق بعض، حاجه اسمها اوفرلابد، تمام، فوق بعض. فالكوندكتور بطبيعته فيه الكترونز فري، ليه بقى؟ الكوندكتور غالبا بيبقى المواد اللي فيها في الاوربت بتاعها الخارجي الكترون واحد او التو الكترونز، تمام. فاحنا عارفين ان الالكترونز لو اقل من 4 يسهل فقدهم، ولو الكترونز اكتر من 4 بيصعب فقدهم، تمام، ولو 4 بيعمل كوفيلنت بوندز اللي احنا اتكلمنا عليه. طيب يبقى الكوندكتورز غالبا بتبقى النوع اللي هو اقل من 4، بيبقى عنده 1 الكترون او 2 الكترونز، فهو سهل فقدهم، تمام. فنلاقي دايما ان الالكترونز اوريدي متوفره جواه. طيب بالنسبه للسيمي كوندكتور بقى، السيمي كوندكتور حاجه بين الاثنين، زي ما قلنا هو بيبقى كوندكتور تحت تاثير معين. ايه التاثير ده؟ ان انا اوفر الطاقه دي اللي هي صغيره بالنسبه للانسليتور، طبعا الطاقه اللي احنا محتاجينها في السيمي كوندكتور اصغر من اللي محتاجينها في الايه، في الانسليتور، علشان نحرر الالكترون، تمام. ف بيبقى امتى كوندكتور؟ لما اوفر الطاقه دي واقدر انقل الالكترونز من هنا لهنا، تمام، اللي هي الكوندكشن ايه، الكوندكشن بين. طيب ساعتها هبدا اخد ايه، الكترون فلو او سيل من الالكترونز، وساعتها اقدر احصل على ايه، كرنت. ما دام في فلو يبقى في ايه، يبقى في كرنت. طيب السيليكون بقى، السيليكون الاتوميك دينستي بتاعته او عدد الاتومز في السنتيمتر مكعب الواحد عباره عن 5 في 10 اس 22 اتوم، طبعا ده رقم كبير جدا، تمام. طيب السيليكون ليه مش، احنا قلنا هو بين البنين، حالته بين البنين، بين الكوندكتور والانسليتور. طيب عدد الالكترونز اللي موجوده فيه بالطبيعه ايه؟ عدد الالكترونز اللي بتبقى موجوده فيه بالطبيعه بتبقى 10 اس 10 اس 10 تقريبا، 10 اس 10 الكترون. فلما نيجي نبص على عدد الالكترونز بالنسبه لعدد اتومز، هنلاقي ان عدد الاتومز قد عدد الالكترونز 5 في 10 اس 12 مره، تمام، فاللي هو النسبه كبيره جدا. فعدد الالكترونز بالنسبه لعدد الاتومز الموجوده في الماده لا يذكر تقريبا، فعشان كده بتبقى ايه، بتبقى في الاول انسليتور. طيب السيليكون زي ما قلنا عنده 4 فالنس الكترونز، وبيعملوا كوفالنت بوندز بايه لما نتحطوا في اركيتكتشر، كويس. في حاجه كمان، الاركيتكتشر اللي هو ده بيعتبر، لو الروابط دي، ده احنا هنا دي حاجة توضيحية، تمام؟ لو في الحقيقة الروابط دي بالمنظر ده بالظبط كده والأبعاد دي متساوية، يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ كريستالاين، ايه؟ كريستالاين سيليكون، تمام؟ ايه اللي بيحصل بقى في السيليكون؟ احنا قلنا لو الروابط دي كلها ممسوكة مع بعض مفيش في فري الكترونز، تمام؟ وساعتها السيليكون بيبقى ايه؟ بيبقى انسليتور، بيبقى عازل. طيب امتى بقى السيليكون يبدأ يتحول او الكوندكتيفيتي بتاعته تزيد؟ او التوصيليه بتاعته تزيد والمقاومه بتاعته او الريزستيفيتي بتاعته تقل؟ لما يجي له طاقه. احنا قلنا الالكترونز بتحتاج طاقه، الطاقه دي اللي هي بتقضي على الانرجي جاب، فتنقل الالكترون من جوه الاتوم في الفالنس باند من الغلاف الخارجي ليه، يبقى ايه، يبقى فري الكترون، او يروح لحته اسمها ايه، الكوندكشن باند. طيب الطاقه دي بتيجي منين؟ لازم يجي لها مصدر. اصغر مصدر عندنا او اوضح او اسهل مصدر هو ممكن ياثر في الالكترونز دي، التمبريتشر. احنا دلوقتي عايشين في درجه حراره عاليه، ده بالطبيعه، انت عايش دلوقتي في درجه حراره الاوضه مثلا، درجه حراره الاوضه دي كام؟ 27 درجه مئويه اللي هي 300 كلفن، تمام. 300 كلفن دي كافيه ان هي تدي طاقه للالكترونز اللي جوه الاتومز انها تتحرر، تمام. امتى السيليكون بيبقى انسليتور؟ عند 0 كلفن، عند 0 كلفن يعني مفيش طاقه حراريه خالص في الجو، يعني السيليكون مش هيقدر ياخد طاقه من اي حته، يعني الروابط كلها متماسكه، يعني مفيش الكترونز فري، يعني السيليكون ايه، عازل او انسليتور، مفيش فلو اوف الكترونز فعازل. طيب لما درجه الحراره تبدا تزيد بقى، الالكترونز اللي هي في الغلاف التكافؤ او اللي هي جوه البوندز دي بتبدا ايه،
تكسر البوند وتخرج بره، اللي هي بتعدي الجاب، بتعدي الجاب من الفالنس باند للكوندكشن باند، فتبقى فري الكترون. تمام، فري الكترون يعني يعرف يتحرك براحته في السيليكون بصفه عامه، واخد منه ايه، واخد منه كارنت، يعرف يتحرك بين الاتومز وبعضها يعني. طيب الالكترونيك بروبرتيز بتاعت السيليكون، السيليكون احنا قلنا سيمي كوندكتور ماشي. في نوعين بقى من التشارج كاريرز، حاجه اسمها كوندكشن الكترونز، كوندكشن الكترونز اللي هي فري الكترونز، تمام، دي طبعا نيجاتيف للتشارج. في حاجه ثانيه اسمها هولز، دي بوزيتيف للتشارج. الهولز انا كان عنها في السلايد الجايه. طيب انا لو دلوقتي عايز ازود الكوندكتيفيتي، احنا قلنا لو عايزين نزود الكوندكتيفيتي نعمل ايه، نخلي فيه، عايزين يبقى فيه فلو اوف كارنت اكبر، يبقى نعمل ايه، ندي طاقه اكتر للالكترونز اكتر عشان نحرر الكترونز اكتر. تمام، انا عايز كاريرز، شارج كاريرز اكتر علشان يبقى عندي فلو اوف الكترونز اكتر، او عشان يبقى عندي فلو اوف تشارجز اكتر. تمام، سواء بقى الكترونز او هولد. تمام، طيب ايه اللي هيحصل، انا عايز ازود الكوندكتيفيتي بقى، هزود الطاقه، ازود الطاقه عشان احرر حاجات اكتر. طيب الطاقه دي هتجيلي منين، اي صور من الطاقه بقى. تمام، الصور دي ممكن تكون ان ممكن اعمل الكتريك فيلد، بس الالكتريك فيلد ده لازم يكون قوي كفايه بحيث ان هو ايه، يدي طاقه للالكترونز اللي جوه الاتومز او جوه الفالنس اوربت، الغلاف الخارجي للسيليكون، بحيث ان هو يحررها. دي صعبه شويه، او يعني مش محببه. ليه؟ علشان ساعتها في ساعات الكتريك فيلد لما يزيد عن حد معين، قلنا قبل كده ان هو بيحصل حاجه اسمها بريك داون. بريك داون يعني هو ايه، كل البوندز تتكسر ويبدا يحصل فلو اوف كارنت يحرق الايه، الماده. فاحنا مش محبب ان احنا نزود الكوندكتيفيتي بالالكتريك فيلد. تمام، ممكن نزود الكوندكتيفيتي بالتمبريتشر. طيب برضو نفس الكلام، انا كنت احنا بنقول ان السيليكون انسوليتور عندي 0 كلفن، زودتها ل 300 كلفن اللي هي درجه حراره الاوضه. طب هل انا هفضل ازود درجه الحراره لغايه ما اسيح السيليكون برضو؟ لا. تمام، انا عايز السيليكون يشتغل في الظروف العاديه مش بالحراره. طيب في نوع تاني اللي هو الراديشن او الاشعاع. الاشعاع ده نوع من الطاقه برضو، بس برضو انا مش هعرض السيليكون دايما في اي حته الاشعاع عشان يشتغل. الكمبيوتر ما بيتعرضش للاشعاع مثلا عشان يشتغل. امال ايه الحل بقى؟ فيزيائي، فيزيكال سوليوشن. يعني ايه حل فيزيائي؟ انا هزود الكترونز بالعافيه او هزود هولز بالعافيه. تمام، ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها الدوبينج. دوبينج ان انا بحط مواد تانيه غير السيليكون معاه، بحيث يا اما عدد التشارجز يا اما يميل لكفه الالكترونز هي هتبقى كتيره، او يميل لكفه الايه، الهولز. ده هنشوفها ان شاء الله قريب. طيب يعني ايه هول بقى؟ دلوقتي انا قلت ان الطاقه، اي طاقه بتوصل للالكترون تقدر تكسر البوند دي، بتنقله وتخليه ايه، فري الكترون. طيب انا هنا مثلا كان عندي الكترون، تمام، زي مثلا ان انا هنا كان عندي فيه الكترون وكان متوصل في البوند دي. تمام، الكترون كان متوصل هنا. طيب جت طاقه انرجي، تمام، اللي هي مثلا عند تمبريتشر معينه تي، تمام، دي ثيرمال انرجي. تمام، غير التي سمول يا جماعه، التي سمول دي اللي هو التايم. طيب كابيتال تي اللي هي انرجي، ثيرمال انرجي. ثيرمال انرجي جت عملت ايه؟ كسرت البوند دي، فايه اللي حصل بقى؟ عندي فري الكترون وبقى عندي ايه، مكان فاضي. المكان الفاضي ده المفروض السيليكون عايزه ايه، عايز يكون موجود فيه الكترون علشان يبقى فيه فاقل طاقه ليه، او في الحاله المستريحه بتاعته يعني، اللي هي اسمها ريلاكس، ريلاكس ستيت. تمام، طيب يبقى انا هنا لما اديت انرجي ايه اللي حصل؟ ظهر عندي الكترون، فري الكترون، وظهر عندي ايه، هول. كويس، انا هنا اهو، هل حصلت على فلو؟ هو الكترون اتحرر، بس هل هو اتحرك في اتجاه معين؟ لا، ما اتحركش في اتجاه معين. الماده على بعضها، الماده دي كلها على بعضها تبان كانها متعادله ولا عليها شحنه؟ عليها شحنه موجبه ولا سالبه ولا متعادله؟ هقول لا، متعادله. ليه؟ ليه متعادله؟ انت هنا اهو الكترون كان موجود جوه في الفالنس، في البوند دي. كويس، السيليكون ده الكور بتاعه جواه ايه، بوزيتيف 4. تمام، بوزيتيف 4 ده مع الاربعه الكترونز اللي حواليه يبقى يعمل ايه، يعمل تعادل، يعمل كان التشارج بزيرو. هكذا الحال مع كل سيليكون. هنقول طب ازاي والسيليكون حواليه 8 وهو جواه 4؟ اقول لك لا، خلي بالك ان الكوفيلنت بوند ما بتخليش الكترونز حوالين سيليكون اتوم طول الوقت، هي نص الوقت حوالين
سيليكون اتوم ونص التاني حوالين ايه؟ اتوم تانية. تمام؟ ف كتوتال تايم هنلاقي ان هي نص الوقت الاربعه الثمان شحنات بينهم كانهم اربعه عشان نص الوقت ده فرضيا، يعني لو بنتكلم كلام فرضي احنا بما انهم نص الوقت فخلاص هنقول ان هم مثلا بيبانوا كانهم اربعه، الثمانيه دول بيبانوا كانهم ايه؟ اربعه، اربعه نيجاتيف مع اربعه بوزيتيف جوه يبقى ايه؟ يبقى زيرو. كويس؟ طيب فالهول دي برضو نص الوقت هتبان كانها ايه؟ في شحنه موجبه زياده في السيليكون. تمام؟ السيليكون احنا قلنا جواه اربعه بوزيتيف اربعه، فلما تحط لي مكان فاضي فيه مش متغطي بالكترون يبان كانه موجود بوزيتيف، يبان البوزيتيف اللي جوه الكور بتاع السيليكون. تمام؟ فتبان حاجه اسمها هول. كويس؟ الهول دي بقى هي المكان الفاضي اللي سابه الالكترون ومشي. برضو الهول هي كارير فيرتشوال افتراضي مش موجود اصلا، هو ناجم على ان الالكترون او ناتج عن ان الالكترون ساب مكانه ومشي. تمام؟ ناتج عنه مكان فاضي، المكان الفاضي ده بيبان كانه ايه؟ بوزيتيف. نتيجه ايه؟ نتيجه ان السيليكون التو اتوم السيليكون بيبينوا الكلام ده نتيجه ان الكور بتاعهم بوزيتيف 4 وبوزيتيف 4. فحوالين السيليكون ده مثلا في وقت معين ظهر سبعه مش ثمانيه الكترون، فما تشبعش، فما كان فيه مكان فاضي يبين على طول الشحنه اللي جوه الايه؟ الكور. كويس؟ طيب. طيب ده الكلام ده عن تايم 1. عن تايم 2، عن تايم 2 هنلاقي ان مع الوقت الطاقه الطاقه التمبريتشر ده ما ادتش الالكترون ده بس، ادت الالكترونز كلها. في الكترون تاني خد طاقه بس مش كبيره زي ده، فما كسرش الرابطه، فان ايه ينتقل من رابطه لرابطه. دي حاجه اسمها ايه؟ هول فولور. الكترون نوع من دم الالكترونز، حاجه اسمها هول فولور. هنلاقي مثلا الكترونز الالكترون اللي كان هنا اللي هو ده كسر هنا بس راح لايه؟ يملى الهول دي. تمام؟ فان ان الهول نتيجه ان الالكترون اتجه من هنا لهنا تبان ان الهول اتحركت، هي الهول فعلا ما اتحركتش ولكن الالكترون هو اللي اتحرك، بس المكان الفاضي ايه؟ يبان من بره كده، لو واحد بص من بره هيقول المكان الفاضي هو اللي اتنقل من مكان للتاني. يبقى الهول هي مش موجوده اصلا، هي افتراضيه فيرتشوال كارير، ده اول حاجه. تاني حاجه بتتنقل بس هي بتتنقل برضو فرضيا باعتبار ان الالكترونز هي اللي بتتنقل، يعني هي جايه نتيجه انتقال الالكترونز مش هي بنفسها بتتنقل. تمام؟ نفس الكلام هنا عند تايم 3، الكترون تاني اللي هو هنا اهو اللي كان هنا اللي هو ده اتنقل من هنا لهنا، والهول بانت كانها راحت للايه؟ للمكان التالت ده. برضه توضيح كده لحركه الالكترونز وحركه الهولز. انا مثلا عندي الكترون، لو في عندي فلو اوف الكترونز في اتجاه السهم ده مثلا، تمام؟ فانا ان الالكترون بتتحرك كده ورا بعض. كويس؟ الالكترون في الاول كان هنا اهو، راح هنا راح هنا راح هنا. تمام؟ طيب بالنسبه للهول، الهول هنا انا عندي مكان فاضي، تمام؟ بس الالكترونز بتخرج من هنا. طيب فالالكترون خرج من هنا فعمل مكان فاضي مكانه، الالكترون اللي بعديه جه هنا جه المكان الفاضي ده، فنبان لو بصينا للمكان الفاضي هنلاقي المكان الفاضي بيتنقل كده. تمام؟ حين الالكترون بتتنقل ازاي؟ بتتنقل كده. كويس؟ فالهولد حركه اتجاه حركه الهولد بيبان كانه عكس اتجاه حركه مين؟ الالكترونز. تمام؟ واحنا بما اننا متفقين على ان الكرنت عكس حركه الالكترونز والهول الهولد دوت بقت كمان هي كمان عكس حركه الالكترونز، فهنلاقي ان الكرنت هو نفس اتجاه حركه المين؟ الهولد. تمام؟ هنلاقي ان الكرنت هو نفس اتجاه حركه الايه؟ الهولد، عشان هو الاثنين دول عكس اتجاه حركه مين؟ الالكترونز. احنا دلوقتي بنقول الطاقه الحراريه دي بتدي طاقه للالكترونز فبتخلي في الكترونز فري. طيب قد ايه بقى تركيز الالكترونز الفري في السيليكون؟ هنلاقي ان التركيز ده بيعتمد على التمبريتشر ويعتمد على الباند جاب، فرق الطاقه ما بين مين ومين، ما بين الكوندكشن باند والفالنس باند، الطاقه اللي محتاجها الالكترون علشان يبقى مين؟ عشان يبقى فري الكترون. تمام؟ فالاي جي دي بتعتمد حاجه اسمها الباند جاب انرجي، بتعتمد على نوع الماده السيليكون او الايه او الجرمانيوم مثلا. كويس؟ فهنلاقي ان السيليكون ليه اي جي مختلفه عن الجرمانيوم باند جاب. كويس؟ برضه في نفس الوقت عدد الالكترونز في السيليكون البيور سيليكون قبل ما نحط له دوبنت او قبل ما نعمل له الحل الفيزيائي اللي احنا قلنا عليه، هنعمل ايه؟
هنلاقي ان ال ان اي ده اللي هو الانترنسيك كونسنتريشن بيعتمد على مين؟ على قد ايه تمبريتشر موجوده وعلى قد ايه الاي جي. تمام. طيب هنلاقي ان برضو ان ال ان اي ده فانكشن قويه من الايه، من التمبريتشر، لان بتعتمد على تي اس 3 على 2. تمام. ف كده هو بيعتمد على التمبريتشر بدرجه ايه، درجه كبيره. عند درجه حراره 27 درجه مئويه او 300 كلفن اللي هي درجه حراره الاوضه، هنلاقي ان عدد الالكترونز ايه، بيساوي 10 اس 10 الكترون. افتكروا ان 10 اس 10 الكترون دي هو ده رقم كبير في حد ذاته، انما بالنسبه لايه، بالنسبه لعدد الاتومز اللي في اللي في السيليكون اللي هي في سنتيمتر مكعب الواحد، برضو هو قليل جدا. احنا قلنا 5 في 10 اس 22 اتوم، لما يكون في 10 اس 10 الكترون بالنسبه لل 5 في 10 اس 22 اتوم، فده رقم صغير جدا ما يوصلش حاجه. تمام. فالالكترون هنا او الكوندكتيفيتي بتاعت السيليكون هنا ايه، صغيره جدا. تمام. عند 600 كلفن اللي هي بتعادل 327 درجه مئويه، هنلاقي ان الالكترون ان اي بتاعته كام، بقت 10 اس 15، ما زادتش قوي برضو بالنسبه لعدد الايه، الاتومز. طيب كفايه كده لغايه النهارده. المره الجايه ان شاء الله هنتكلم عن الانترنسيك والاكسترنسيك. الاكسترنسيك هو اللي عملنا له دوبينج، هو السيليكون اللي عملنا له دوبينج. تمام. هنتكلم ايه هو الدوبينج بالظبط، وبنعمل دوبينج بايه، وازاي الكوندكتيفيتي بتتاثر بالدوبينج ده، وبنحسبها ازاي. شكرا.